مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساءكم سعيد، نحييكم أينما كنتم لنعود بعد أسبوع ونقدم لكم حلقة جديدة ومتجددة كالعادة من برنامجكم الأسبوع الكروي والرياضي مع البطولة على قناتكم الفضائية تيليماركت. مساء نستهل فيه مشوار الدوري الوطني الاحترافي بعد توقف قطاره لأيام وأيام، فرح وسعادة هنا وحزن وأسى هناك. سريع واتزم لم تسعفه سرعته البطيئة في اللحاق مدافعيه بمهاجميه الجيش الملكية، فكانت النتيجة في النهاية خسارة وبالثنائية. أما الفتح الرباطي عاد برأس مرفوعة وأجبر رجال رشيد الطوسي على التعادل، معه شأنه شأن القرش آسفي الذي أنهى النزال أمام الوافد الجديد نهضة الزمامرة بالتعادل. أما مدينة بركان غيرت لونها من البرتقالي للون الأحمر والأخضر، جمهور كان في الموعد من طنجة إلى الجويرة وصولا لمدينة البرتقال، الكل تجند وارتذى توب البطل. أما المحليون ردوا على التحية بمثلها ودكوا الشباك الجزائرية وبالثلاثية. في الحلقة أيضا سنضع الجمع العام لفريق الرجاء البيضاوي تحت المجهر، جمع عام احترافي وميزانية جيدة وخواطر راضية لحال الرجاء هذا الموسم رفقة جواد الزيات. مواضيع متنوعة كالعادة، قبل تفاصيلها إليكم أبرز عناوينها. وفي العناوين، لقاء القمة بين أولمبيك خريبكا والفتح الرباطي ينتهي بالتعادل، لتنتظر جماهير الفريق الفوسفاتي مباراة أخرى من أجل اقتناص الصدارة بعد إجراء المؤجلات. الجمع العام العادي للنادي الأخضر مرة في أجواء ودية في انتظار لحل موضوع الشركة الرياضية. وأخيرا، المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين يدك الشباك الجزائرية بالثلاثية ويضمن مكانا له في نهائيات الشان السنة المقبلة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم. يمكنكم كما العادة التواصل معنا من خلال إبداء آرائكم استفساراتكم وأيضا انتقاداتكم عبر الصفحة الخاصة بالبرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقبل الخوض في أول فقرة كالعادة بعنوان وجهة اليوم، يسعدني باسمكم أن أرحب بضيوفي الكرام، وأبدأ من يميني كالعادة مع الإطار الوطني سي أحمد السليلي. سي أحمد، مرحبا بك وشكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. شكرا رضوان، تحية لك وتحية للمشاهدات ومشاهدي تيلي ماروك، وسعيد بوجودي معك مرة أخرى. مرحبا. وإذا مشاهدينا الكرام، أرحب بالزميل الصحفي سي محمد مفتاح اللي غاب علينا دي مدة. سي محمد مرحبا. مرحبا بك رضوان، مرحبا بكل المتتبعين ديال تيلي ماروك ودير البرنامج مع البطولة. ويحضر معنا أيضا الإطار الوطني سي محمد قميري الحارس السابق، وأيضا الإطار الوطني سي محمد مرحبا بك، ولينا الشرف أنك تكون حاضر معنا اليوم. أهلا بك أخ رضوان، أهلا بمشاهدي الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ أول فقرة من البرنامج بعنوان واجهة اليوم. طيب، ثلاث مباريات أجريت عن الأسبوع الرابع من البطولة الوطنية الاحترافية بعد توقف ربما لأيام نظرا لالتزامات المنتخب الوطني الأول مع المدرب وحيد خليلوزيتش، بين قوسين التصريحات التي أثارت العديد من الجدل، ومنها أيضا مباراة المنتخب الوطني المحلي اللي تأهل عن جدارة واستحقاق على حساب المنتخب الجزائري بثلاث أهداف دون رد. على العموم، مباراة الجيش الملكي من البطولة الوطنية الاحترافية في جولة الرابع ضد فريق سريع واتزم، ولربما الابطال ديال هاد اللقاءات الثلاث هي حراس المرمى، وان حاضر معنا سي محمد قميري. مباراه الجيش الملكي اكيد هدفين، يعني الصفر يعني نتيجه ايجابيه ربما لفريق الجيش الملكي، وايضا رفقه المدرب الجديد عبد الرحيم طالب لربما غادي تفتح ليه الباب امام نتائج اخرى اللي تكون ايجابيه وينقذ نفسه وما يوقعش في المحظور كيف كان الموسم الماضي. سي محمد، بالنسبه للمقابله ديال الفريق الجيش الملكي وسريع واتزم، فهي مقابله اللي ما كانتش بواحد كما كنقولوا هذاك الريتم العالي او ذاك المستوى الجيد بالنسبه للاعبين لا الجيش الملكي لا الفريق لا ولا واتزم. هذا راجع للتوقف البطوله كما كيعلم الجميع، عدم التنافسيه، باش يكون الريتم خاص الاستمراريه في المقابلات وتكون هذيك كما كنقولوا ديك الكومبيتيسيون بالنسبه للعاب باش انه يساير مجريات المقابلات. كما قلت لك، فان فريق الجيش الملكي حقق الاهم هو الانتصار، هي ثلاث نقاط اللي كان كيبحث عليها، هو الفوز كينتصر الانتصار اللي كيبحث عليه تعالى اللي باش يعطي جميع المكونات ديال الجيش الملكي وكذلك الاطار الوطني السي عبد الرحيم طالب انه باش يجي يشتغل بواحد الاريحيه وتعطيه واحد الوقت واحد متسع من الوقت انه باش يزيد، يعني لان فريق الجيش الملكي ذاك الفريق اللي شناه جميع اللي ديجا لعب فهم مقابلات اللي كانوا ما نقولوش خايبين، كانوا في المستوى، كشنا واحد طريقه عمل ديال فلسفه ديال 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 السي عبد الرحيم طالب اللي خص فريق الجيش الملكي انه ينتظرها وانها غتعطي الاكل ديالها من هنا من هنا من هنا لقدام. ما فريق واتزم
كما شاهدنا فما شناش فريق واتزم كي السنه اللي مضات. هذه السنه هذه ربما كان تغيير ديال الجل ديالو بالنسبه تقريبا ديال واحد 70-80%، تغيير ايضا عدم كما قلنا عدم تنافسيه، خاص الصبر على هاد اللاعبين لانهم اغلبيتهم لاعبين شباب. الانهزام خارج الميدان فكنظن فالفريق خصو انه يراجع الاوراق ديالو، لان هذه بدايه المقابله، وبدايه المقابله هي الفريق حصد النقاط هي اللي كتعطي اريحيه باش انه يسير البطوله الوطنيه. نعم، نرجع لك سي احمد الاسئله التقنيه حول مباراه الجيش الملكي. الفريق سي محمد مفتاح، نركزوا ربما على فريق الجيش الملكي بعيدا على سريع وازب لانه كان لاعب خارج ارضه يعني خارج القواعد، لكن الجيش الملكي مقارنه مع الموسم الماضي كان كيمر بعديد من المشاكل. الان مع عبد الرحيم طالب اول فوز ليه بعد خسارته وتعادل في اللقاءين الجوله الأولى والثانية، الآن في الجولة الرابعة مع فريق سريع وزن استطاع أنه يحقق الانتصار على أرضه أمام جماهيره، بعيدا على أننا غادي نشوف فريق الجيش الملكي خارج الديار غادي يكون أداء ديالو مغاير، ولكن المشاكل اللي مر منها ربما هي اللي خلاته أنه يعني يركز ويعمل بشكل أكبر باش 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 يفوز في اللقاء ديالو. كنعتقد انه لما كنتكلموا على الجيش الملكي فريق اللي لطالما كان في مستوى كبير، الجمهور ديالو كنشوفوه انه دائما وراء الفريق ديالو، غاب مده طويله على الالقاب وهذا هو اللي خلى ان الجمهور لحد الان كيطالب بالالقاب. يمكن انه الفوز ديالو في كاس العرش على الوداد وبعد ذلك الخروج امام الدفاع الحسني الجديدي خلات الجمهور نوعا ما يشك قدرات الفريق. كنعرفوا ان عبد الرحيم طالب يعني من اللي جا الفريق فهو انتدى بمجموعه من اللاعبين، يمكن انه الفريق تغير بشكل كبير، وبذلك ما غاديش تقدر تشوف الفريق ديال الجيش الملكي الان في المستوى اللي كيطلبوا الجمهور. اللي جميل هو ان الجمهور كيدعمك رغم الخساره، خرجتي من كاس العرش اللي كل شيء قال بانه مجرد ما تجاوز فريق الوداد فيمكن انه غيمشي حتى للنهايه. كنعرفوا ماشي سهل تنتصر على فريق الوداد صحيح. الان يمكن انه كيف قال عبد الرحيم طالب في الندوه الصحفيه على ان هذا الانتصار ممكن انه غيمنحهم نوع من الثقه باش يمشيو مره اخرى في البطوله. وكنعرفوا انه اللاعب المغربي دائما خصو غير ديك الثقه او فوز باش يمكن تشوف المستوى ديالو في قادم الدورات ديال البطوله الاحتراف. نعم سي احمد، رجع لك تقنيا مباراه الجيش الملكي وسريع واتزم هدفين لصفر، وكيف قال محمد مفتاح مشكور هو ان يعني الخروج ديالو من مسابقه كاس العرش ربما هي اللي اثرت عليه يعني انه يعمل كيف قلت في الاول ويحقق نتائج ايجابيه. اكيد لانه الفريق الجيش الملكي الان كيمر من واحد المنعرج اللي تنشوفوا بانه اضافه لتكوين الفريق فهو مطالب بتحقيق نتائج، لان تنعرفوا بان الفريق العسكري كيف قال سي مفتاح انه فريق لانه فريق كبير وبعد هذه سنوات على الالقاب، فهو الجماهير مازال تتساندوا واخا في مرحله الفراغ ولكنها دائما تنتظر هذوك التتويج باش الفريق العسكري يكون في المكانه اللي كيستحقها. المباراه اللي شفنا كيف قال الكوميري ما كانش تقل التطلبات او التطلعات ديالنا، كنا كنتظروا ان مقابله تكون الريتم ديالها طالع، وهذا كيف قال بانه راجع لعدم التنافسيه. من تنقول عدم التنافسيه راه احيانا ماشي التنافسيه غير في الميدان ولكن التنافسيه كتكون خارج الميدان، لان يعني الوقت اللي كتكون تلاعب والفرق الاخرى اللي تتنافس معها على المراتب كتكون حتى هي لاعبه معك بالموازاه مع المباراه ديالك. هذاك هو اللي تيعطي هذاك الزخم في الحماس عند اللاعبين والفريق ككل، انه يعطي واحد المردود يليق. ولكن نقطه الضوء كانت هذيك الهدفين، عرف فريق الجيش الملكي كيفاش ينتزع ثلاث نقاط، سجل هدفين كانت فيه بطاقتين حمراء يعني حمزه مجاهد هذيك اللي نقولوا هي النقطه السوداء، لانه من جانب انا تنقولها علاش، لانه ما كيتماشاش مع الريتم ديال المباراه كان ريتم بطيء بطيء جدا. لا داعي لانه ياخذوا الصفرات ويعاودوا عاوتاني الصفرات الثانيه وطرد لاعبين فريق السريع واتزم. تنتمنى انه يدارك الموقف لانه هو يقبع اظن في المركز الثالث عشر بنقطه واحده. كنتمنى انه يصحح المسار ديالو باش يعطي داك الشيء اللي ولفنا عليه في المواسم اللي فاتت، خصوصا انه تاقلم سريع مع القسم الوطني الاول، ولكن هذا الموسم هذا نتمنى انه يدارك هذاك الشيء اللي نعم، ولا سيما انه المباريات يعني مباريات مؤجله عديده كتسنى البطوله الوطنيه. ايضا فريق الرجاء البيضاوي يعني الفرق القويه حسنيه اكادير نهضه بركان الوداد وفريق الرجاء كتنتظرهم مباريات قويه، يعني الفرق الاخرى الا ما داركاتش الموقف او فازت اكثر عدد من المباريات لربما غتلقى مشاكل كبيره مع فرق اللي هي المستوى ديالها عالي. ننطلقوا او لا قبل ما يعني نتكلموا على لقاء نهضه الزمامره وايضا فريق اولمبيك اسفي، عندي سؤال لسي محمد قميري ربما غادي يشاطرني رايي لو طرحت عليك السؤال وقلت لك بانه كونك اطار وطني ومدرب الحراس سابقا، واش ما كتشوفش التغيير اللي قام به حسن بعبيشه بعد ما استنفد جميع التغييرات ديالو
وبعد تلقي محمد عقيد حارس ديال اتلتيك او سريع وزن عفوا البطاقه الحمراء، اضطر على انه يكون لاعب وسط اللي هو يعني يجي مكان محمد عقيد، وبالتالي تسجل هدف اللي لاحظناه جميع. الهدف ربما كان ماشي يعني ما كانش ثقه في عند اللاعب انه غادي يعني يضربها بواحد الطريقه عاديه، والحارس ما دارش ماشي شبه يعني ماشي حارس شبه حارس ما دارتش ردت فعل وانه يجبد الكره. سؤال محمد قميري، واش المدرب ديال الحراس او المدرب ديال الفريق سريع وازن اللي هو حسن بعبيشه اللي كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر، ما فكرش وقال بان لو استنفدت جميع التغييرات ديالي وتقاس لي الحارس او لا تصاب او لا تطرد، واش ما كاينش بديل ديالو اللي هو لاعب اللي هو مجرب انه او مؤهل انه يصد ركلات الجزاء او لا يحرس المرمى؟ اولا بالنسبه للهدف الثاني اللي تمارك على اللاعب حبور، لما اظن اللاعب حبور هو اللي عوض الحارس عقيد. اولا فهو لاعب ماشي حارس، ما عنده جوج مميزات او مقومات ديال حارس المرمى. عادي ان نشوفوا هذاك الهدف كيتمارك بهذاك الشكل. حتى اللاعب اللي قذف الكره فهو كان ذكي وعارف بان هذاك راه لاعب وضربها بهذيك الطريقه واستطاع انه يسجلها. بالنسبه للتغيير ربما ما عنديش الوقت بالضبط امتى الحارس عقيد خرج من المقابله. اظن انا في الاواخر الاخيره ديال 90 دقيقه صحيح. المدرب كان منهزم باصابه لا صفر، ما يمكنش انه ما غادي يقوش بتغييرات، لان عنده استراتيجي، عنده فلسفه، عنده طريقه ديال الهجوم، خصو يقوم بتغييرات باش انه يحاول انه يعدل الكفه او ينتصر. اذا هنايا ما كتكونش فكره عند مدرب لحقاش هذه المساله هذه، انك تشوفوا حارس كيخرج بطاقه حمراء فمن نادرا فاش كنشوفوا هذه المساله هذه. اذا ما كيكونش تفكير عند المدرب او مدرب حراس انه يخرج ليه في دقيقه من دقائق المقابله، فانها عاديه انه يخرج لك حارس في هذيك الوقيته ويمكن تعوضه بلاعب. غير هنا كتكون عندك واحد الدرايه بهذوك اللاعبين اللي كيكونوا داخل الميدان، كيكون واحد المؤشر انك كتشوف واحد اللاعب انه يقدر يجيد لك حراسه المرمى او انه يتمكن انه يقدر انه يسد لك هذاك الفراغ، ولكن كتكون من 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 من, من, من اخر ما كتفكر فيه هو ان حارس يخرج لك بطاقه حمراء. حيت سؤالي اسمح لي سي هادي الى قاطعتك، حيت سؤالي اللي طرحته، حيت كنا كنشوفوا لاعبين مثلا هما كيلعبوا على مستوى خط الهجوم وكتكون عندهم ربما ديك النزعه الدفاعيه، نفس الشكل ربما نشوفوه مع لاعب دفاع ولا لاعب وسط كتكون عنده ديك النزعه ديال حراسه المرمى ويعول عليه مثلا مدرب ما في حاله ما تطرد او لا تصاب ليه حارس مرمى. صحيح، لان كاين بعض المدربين بعض المرات كنشوفوا لاعبين كيدخلوا للمرمى وكي انت كمدرب كتحط هذه الفكره هذه، لكن ما كتلك سيتي اونبسيون اللي كتوقع مره صحيح. ولكن خصك تكون عندك الدرايه باللاعبين اللي عندك انه واحد منهم انه يقدر يسد هذاك المكان في حاله ما ان الحارس خرج وما بقاش عندك انك تغير رايك. اتوقع حتى بالنسبه للرجاء الرياضي كان ما بيدير اللي تطرد احد الحراس ديال الرجاء وقدم في هذيك اللحظه يعني واحد رد الفعل اللي كان كلشي قال بانه المستوى ديالو قريب للحراسه. غير لما كنرجعوا للمباراه ديال الجيش وادزم فكنعتقد انه ربما قميري التقني غيفهم اكثر، ما كانش فيها مستوى كبير، يمكن فريق سريع وادزم هو خرج من المباراه هابط بزاف. لا سريع وادزم هو خرج من المباراه وحتى ضيع ضربه جزاء اللي يمكن تردك في الماتش ما سجلتيهاش تنفذت بديك الطريقه اللي نوعا ما كتطرح تساؤل، لانه لاعب محترف وجي تضرب كره بديك الطريقه، فكنعتقد انه اي اضافه غتقدمها سريع وتزم هو اللي عطى الفرصه للجيش الملكي. ما نقصوش من القيمه ديال الفريق العسكري، ولكن هو اللي خرج من المباراه وخلى الفريق ديال الجيش الملكي انه يبان اقوى في تلك المباراه اللي كان المستوى ديالها ماشي في مستوى نعم ويسيطر ربما على اطوار المنافسه. نهضه الزمامره اولمبيك اسفي، الفريق اللي غنسلطوا عليه ربما الضوء هو فريق نهضه اتلتيك الزمامره. اول مباراه ليه على ما اظن ولا ثاني مباراه على العموم، مباراه نهضه الزمامره الوفد الجديد ربما بدا يعني يشد الريتم ديال القسم الوطني الاول، بس بعد ما كان كيمارس لسنوات تعادل امام اولمبيك اسفي اللي بدوره كنتظروا مباراه قويه ضد فريق الترجي التونسي في المنافسات العربيه. ربما التعادل منصف للنهضه اتلتيك الزمامره رغم انه كان كيتمنى يحقق الفوز على ارضه امام جماهيره اللي شاهدناه في اللقاء. اسمح لي بالنسبه للمقابله فهي كانت شوطين لكل فريق. بالنسبه للشوط الاول كان فريق الخميس نهضه اتلتيك الزمامره اللي قام بعده محاولات استطاع انه يسجل، رغم ان الهدف اللي تسجل فهو كان كما كنقولوا دائما كره القدم فيها اخطاء، الا ما خطاتيش ما غاديش يسجل. كان خطا بالنسبه للقلب الدفاع ديال اولمبيك اسفي اللي استطاع اللاعب الافريقي ما الا خانتني ذاكر على الاسم ديالو انه استطاع انه يسجل. كما قلت لك في الشوط الاول كان الفريق اتلتيك الزمامره اللي استطاع انه يخرج في 45 دقيقه انه انتصر بواحد 1-0.
الصوت الثاني شفنا شوط مغاير، شفنا داك التوهج ديال الفريق اولمبيك اسفي، وحتى التغييرات من نشيدو بالاخ سي محمد قيسر، التغييرات اللي قاموا لان ماشي اول مره كنشوفوه، فديجا شفنا في مقابلات قبل، فهذوك التغييرات كيعطيو واحد نجعه هجوميه اكثر، وكيستطاع فريق اولمبيك اسفي انه ينتصر او يعادل الكفه. كما شاهدنا ان التغييرات اللي كانوا في المستوى، استطاع فريق اولمبيك اسفي انه يسجل هدف التعادل، وكان قاب قوسين في اخر لحظه باللاعب كوفي انه يسجل هدف انتصار. كما كتبقى فريق نتيجه المقابله منصبه للفريقين، شوط اول لفريق اتلتيك زمامره والشوط الثاني لفريق اولمبيك اسفي. نعم سي احمد، سلي لي مباراه منصفه كيف قال كلا الطرفين، نتيجه احسن صفات الطرفين. واللي بغيت نقول نرجع لكلامك انه الفريق اتلتيكو نهضه اتلتيكو زمامره انه الاستئناس ديالو بالاجواء الاحترافيه جا قبل بدايه البطوله بعد فوزه على فريق رجاء البيضاوي، بان بهذاك يعني كبروا الطموحات ديال الفريق. ولرجعنا مثلا بالذاكره مثلا السنوات هذه انه فريق انه المكتب المسير ديال نهضه اتلتيكو زمامره دائما متعطش انه يصعد، انه في الوقت اللي كنت كندير مثلا الاتحاد البيضاوي كان دائما داك الفريق دائما تيكون في المرتبه الاولى، المراتب الاولى الاولى الثانيه الثالثه، حتى يضيع حتى الاخر الاشواط من 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 الدوري عبش كيضيع منه هذاك الحلم ديال الصعود. انا حقق صعود كنظن بانهم استفدوا من هذوك التجارب وحضروا يعني وجدوا القسم الوطني الاول الاحترافي بكل ما يتطلبوا من معنى. تتمنى انهم يسيروا حتى هما في هذا الركب هذا ويؤدي واحد الصوره ايجابيه للساكنه زمامره، انهم يمشيو تنقول الحدو ديال يوسفيه برشيد كيف الموسم الماضي، حتى هما قاموا بموسم يعني كبير وما بانش بانه القسم الوطني الاول الاحترافي يعني غريب عليهم، استانسوا سريعا بالاجواء. تتمنى حتى هما يمشيو في هذا المسار هذا باش يعطيو الكره الوطنيه انه واحد البلاطو متغير ومتنوع ومتشكل. نعم دائما الامكانيات السي محمد المفتاح هي اللي كتحفز الفريق او لاي فريق ما انه يقدم نتائج ايجابيه. الان كنشوف فريق نهضه الزمامره على معرفتي الخاصه بهذا الفريق انه موفر ليه كامل الامكانيات، ملعب مواصفات اللي هي محترمه او محترمه عفوا للشروط الضروريه، عنده ملاعب، عنده امكانيات انه يحقق نتائج ايجابيه ويحقق الصعود بعد ما كان متفوق خلال المباريات ديال القسم الوطني الثاني. قرش اسفي اللي هو اولمبيك اسفي، فريق ربما بتعادل امام نهضه اتلتيك زمامره ربما المعنويات غادي تنخفض، نظرا لانه واش القيسر كان يعني في التفكير ديالو انه كيخمم او كيفكر بشكل كبير المباراه اللي كتنسنى القويه ضد فريق الترجيه التونسي، ما بغاش ربما يضيع عدد كبير من اللاعبين ومنه يوجد المباراه ويخلي يعني التفكير ديالو في المباريات ديال البطوله الوطنيه يعني مستقل. كنعتقد ان نهضه زمامره من الفرق اللي صعدت للقسم الوطني الاول وهي مهيكله، يمكن انه حتى اللاعبين اللي انتدبوهم اكثر من رجاء بن حتى اللاعبين اللي انتدبوهم اللي كتشوف المباركي اللي كتشوف البحري اللي كتشوف اللمطي كلهم لاعبين اللي عندهم تجربه ولعبوا في القسم الوطني الاول، المدرب فرتوت كذلك، حتى الفريق يعني كيهتم بالتكوين بالمدرسه ديالو باش يمكن ان اللاعبين يصعدوا للفريق ويعتمد على ابناء المنطقه. فريق اولمبيك اسفي فكنعتقد كيف قلتي حنا كنعرفوا اللاعب المغربي دائما كيتسنى المواعيد الكبرى، ما يمكنش غادي ولو القيصر غيبغي يقول اللاعبين لا خصنا نربحوا في هذه المباراه، فدائما هناك انتظار المباراه ديال الترجي وبقاو يتسناو فيها، هذا شيء طبيعي. غير هو النقطه اللي يمكن انه نتكلموا عليها بشكل كبير في هذه المباريات اللي تلعبات هو هذه العجله ديال البطوله اللي كتدور وهي معطوبه، فما يمكنش انه فريق كتمن تبغي يلعب هذا الاسبوع يجلس الاسبوع الجاي يلعب الاسبوع الجاي، هذه اللخبطه ديال الجامعه او ديال العصبه الاحترافيه. وهنا بعض الفرق والرؤساء ديالها اللي كيبغيو يتكلموا كيخرجوا ببلاغات، لا حنا ما خصناش نلعبوا، راه البارح كان الجامع العام ديال العصبه علاش ما هضرتيش؟ علاش رئيس واحد هو اللي صحيح. هنا ما يجيوش يتكلموا مع الجمهور، انا بالنسبه لي الاساءه لهم هما قبل من الاساءه ديال الفريق. ولا ربما الى لاحظتوا معايا البطوله الوحيده في العالم اللي كتبدا يعني كتبدا في التاريخ بمؤجلات، يعني هي البطوله الوطنيه الاحترافيه اللي عندنا هنا في المغرب، بطوله كتبدا بجوله اولى بعدد كبير من المؤجلات، يعني فريق رجاء نقولوا الرجاء والوداد وايضا حسنيه اكادير وبركان عندهم استحقاقات تفوق، ولكن علاش ما نكونوش بحال الدوريات الاخرى السابقه بحال دوري ابطال اوروبا او الليغا الاسبانيه اللي كي يلعبوا مباريات ديالهم في نفس الوقت كيلعبوا المباريات ديال الاشكاليه. اسمح لي الاشكاليه هو انه حنا ما كنناقشوش في الجموع العامه، كنناقشوا في الكواليس. صحيح. يمكن اي واحد غتمشي عنده دابا اي رئيس نادي غتمشي عنده تقول لك ودي لا حنا هذه البرمجه ما مزياناش، خص العصبه الاحترافيه، خص علما بانه في الجامع العام حتى واحد ما تكلم، تعطات الفرصه لكل شيء. ديروا ناس اللي غتزيد بكره القدم لقدام. ما يمكنش انه البطوله نورمالمون كنبداو في اوت ونبداو حتى سبتمبر وعارفين انه
المنتخبات كتلعب، عارفين ان الوداد عندها البطوله والعصبه، كنعرفوا الرجاء كذلك، كنعرفوا اسفي كان زعما ما فهمتش يعني هذا موضوع رجل. هذا موضوع الرجاء غتلعب 24 27 وعلاش اخويا ما تبداوش من قبل؟ صحيح هذا موضوع ربما موضوع اخر غادي نخصصوا لي حلقه ان شاء الله في قادم الحلقات. مباراه اولمبيك خريبكا وايضا الفتح الرباطي اللي ربما اثارت العديد من الجدل وكنا كنتحدثوا عليها في الكواليس. محمد قميري راه غيشاطرني الراي لو قلت ليه بانه اول مباراه في المغرب غتجرى في الجوله الرابعه وغادي يصعد حارس المرمى في الدقائق الاخيره. راه ربما انايا كنت كنشوف المباراه البارح كنقول يا اما واقيلا نهائي ديال كاس العرش او لا مباراه سقوط احد الفريقين او صعود احد الفريقين. يعني هذا هو المشهد ربما اللي الاكثريه ما لاحظوش المشاهد الكرام، صعود ديال حارس فريق اولمبيك خريبكا للمرمى الخصم باش يحققوا او لا يسجلوا هدف الفوز. سي محمد قميري غادي يشرح لنا اكثر كونه اطار وطني وحارس او المدرب الحراس. عمرك درتي قبل ما نهضر على هذه المساله هذه، فاولا المقابله ديال خريبكا والفتح الرباطي ربما هي احسن مقابله في هذه الثلاث مقابلات اللي جراو اداء، لان كما شفنا كان واحد الريتم عالي، كانوا محاولات كثيره للمرمى لا بالنسبه للفريق اولمبيك خريبكا ولا كذلك الفتح الرباطي. شاهدنا هدفين، هدف لكل فريق، لكن كما قلت على المقابله ديال اسفي وزمامره فنفس المقابله، لان كان شوط لكل فريق. فتح شفنا في الشوط الاول اللي كان محتكر الكره حاول انه يخلق كم هائل من المحاولات استطاع انه يسجل، لكن في الشوط الثاني شفنا اولمبيك خريبكا بوجه اخر، ربما على ما اظن ان سي رشيد الطوسي انه فطن بالاخطاء اللي كانت في الجوله الاولى واستطاع انه يداركها في الجوله الثانيه، ربما تغيير كما كنقولوا الخطه ديالو، او حيت لحقاش شفنا فريق اخر، شفنا محاولات كثيره بالنسبه لفريق اولمبيك خريبكا استطاع انه يسجل الهدف ديال التعادل. تعادل منصف، ربما انه ماشي منصف اولمبيك خريبكا، لكن كيبقى نتيجه مهمه بالنسبه للفتح الرباطي. كيبقى اولمبيك خريبكا على ما اظن انتصار وجوج ديال التعادلات ربما خمس نقاط، فهي حصيله احسن من السنه اللي مضات. نرجع لك المساله ديال حارس المرمى، حارس المرمى ما يمكنش يصدع الى يصعد انه يشارك في الهجمه ديال الفريق الا ما كانت تعليمات من المدرب. اذا هنا غير هذيك المساله اللي عطات الجدل واللي قالت ان علاش حارس يطلع في هذيك الوقيته والفريق متعادل، ربما كانت تكون واحد الحمله مضاده ويستطاع ان الفريق انه يتجعي الهدف الثاني. مقابله عندك نقطه، مقابله بطوله ماشي نهائي او مقابله حاسمه، لانك بدايه البطوله وبدايه البطوله كيبقى قلت لك ما يمكنش حارس انه يصعد الا ما كانت تعليمات من 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 المدرب. هذا راجع ربما على ما اظن ان هذاك الحارس، لان اللاعبين اللي كيدربوا ولا كذلك الحراس، فالمدرب كيشوف ربما ذاك الحارس ربما عنده كيجي الضربات الرأسية أو الاستراتيجي ديال لي بالارايت اللي داير السي رشيد الطوسي أنها كيمزج فيها هذاك حارس المرمى. هناك عدة أشياء، ولكن كتبقى بالنسبة للحارس يصعد في هذيك الوقيتة والفارق متعادل، فأنا كنظن أول مرة كنشوفها في هذه المقابلة ديال الفريق أولمبيك خريبكا وفتح الرباط. حنا مازالين مواصلين النقاش حول مباراة الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية، لكن فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش. عودة إليكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامجكم الأسبوعي الكروي مع البطولة على قناتكم الفضائية تيليماروك. يمكنكم دائما التواصل معنا من خلال إبداء آرائكم، استفساراتكم، انتقاداتكم إيجابية كانت أم سلبية عبر موقع التواصل الاجتماعي في صفحتنا الخاصة على الفيسبوك. ودائما في تحليلنا للقاءات الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، مباراة أولمبيك خريبكا عفوا وفريق الفتح الرباطي التي انتهت بتعادل إيجابي هدف في كل شبكة. تقنيا ربما المباراة آلت نتيجتها نقطة للجارين، الفتح الرباطي بنقطة وأيضا فريق أولمبيك خريبكا اللي كان متعطش بشكل كبير أنه يفوز في اللقاء، لانه كان غرضه انه يحقق له ثلاث نقاط ويقترب ربما نوعا ما من المتصدر فريق المغرب التطواني بتسعود نقاط اللي كيحقق بدوره نتائج اللي هي طيبه. ناقشنا ربما الحاله اللي اثارت الجدل مع سي محمد القميري، الحاله اللي صعود حارس فريق اولمبيك خريبكا في الدقائق الاخيره، كنا كنشوفوا كنقولوا واقيلا راه نهائي ديال كاس العرش او لا سقوط احد الفريقين او صعود احد الفريقين. تقنيه سي احمد كيفاش بانت لك؟ تتبان لي بان لا بريز دو ريسك كيف تنقولوا في كره القدم هي قائمه يعني مشروع، ولكن دفاعيا ممنوع.
لا بريز دو ريسك زيرو، ما خصهاش تكون في الديفون. ولكن كي تكون عند الحارس لا، علاش؟ لانه التوصيل كتعتقد انه لا ما كنظنش بان راس التوصيل غيكون، لا ما يكونش. انا كنظن بانه يقدر يكون مدرب الحراس كيف قال السي محمد قميري، ولكن باش تكون من عند راس التوصيل ما كنظنش. هذا من جهه. مازال تكون في الميليو اوفونسيف مثلا او في المهاجمين، الا خداو لو ريسك يطير دو لوان مثلا ولا بينيتراسيون اي حاجه يقدر يديرها مثلا، فهمتني؟ تقدر تجيب ليه هدف. لكن دائما تحسبا ان الوجه الاخر انه يتسجل عليك هدف اونكي سي بيت في الدقائق الاخيره، انت خرجتي على نتيجه الفريق. هذا مدى الجانب. من جانب اخر انه كانت رجوع لاشواط المباراه، انه شوطين كنشوفوا بان مثلا وادي الركراكي انه يعتمد على الهجمه المنظمه. كان الشوط ديالو الاول فاز به بهدف، كان متقدم به. رشيد توصي دار القراءه ديالو، اعتمد على لا ترانزيسيون رابيد، كان انه من مجرد ما كيستحوذ على الكره الا كيتحول الهجمه مضاده سريعه، منها خلق عديد من الفرص على السيطره وعلى الشوط الثاني بهذه الطريقه هذه، وتاتى ليه الهدف ديال التعادل. وكان قاب قوسين او ادنى انه في اللحظه الاخيره انه يسجل هدف الفوز، لكن ما تفوقش. المهم عطاتنا واحد الريتم عالي بالمقارنه مع المباريات الاخرين، المباريتين اللي يعني. نعم، وانت ايضا الا لاحظتوا معنا فريق الفتح الرباطي كان يعني يظهر بوجه مشرف خلال الشوط الاول، اولمبيك خريبكا في الشوط الثاني كان قوي وقوي جدا، كان كيبحث على الاهداف، وحتى الطرد ربما ديال مهدي الباسل ما استغلوش فريق اولمبيك خريبكا المدرب رشيد توصي باش يحقق الفوز في اللقاء. على العموم كنتمنوا كامل التوفيق للفرق الوطنيه، ونمر الان الى موضوع اخر، موضوع الجمع العام العادي لفريق رجاء البيضاوي بقياده الرئيس جواد الزيات. يعني جمع عام احترافي كما وصفه العديد من وسائل الاعلام الوطنيه برئاسه جواد الزيات، اول جمع عام بقياده هذا الرئيس. لكن قبل الحديث عنه وعن تفاصيله نتعرف عليه من خلال سياق من خلال التقرير التالي، نتابع. هنا بأحد فنادق الدار البيضاء التأمت العائلة الرجوية، وقبل انطلاق الجمع العام العادي أو الاحترافي لأول مرة بثوب الرئيس الجديد، استحضر الجميع روح من حمل مشاكلها لسنوات. الكل أخذ مكانه المعهود وانطلقت أطواره. أسئلة عديدة طرحت حول ما ألله النادي الأخضر خلال مواسم خلت ومستقبله القادم. الجمع العام صدق فيه برلمان الرجاء على التقريرين المالي والأدبي بعد ساعات طويلة من الأخذ والرد. اكتمل فيه أيضا النصاب القانوني بحضور 114 منخرطا من اصل 154. حنا قطعنا واحد المسافه وباقي خصنا نخدموا. الحمد لله المديونيه هبطات، الفريق عودنا اعاده الهيكله للنادي. عندنا عندنا السونتر دو فورماسيون، المركز التكوين عاود خدام. حقدينا على النصف تقريبا ديال المشاكل اللي كانت عندنا في جل المجالين مع لا فيفا، مع الناس اللي النزاعات اللي كانت كثيره. مداخيل النادي الرجاء مقارنة بالعام الماضي تحسنت وارتفعت إلى مجموعه 22 مليون درهم، أما موضوع الشركة الرياضية الذي كان محورا أساسيا وخلق جدلا واسعا داخل القلعة الخضراء، ارتأى فيه الرئيس جواد الزيات تأجيل أخذ القرار النهائي بتوافق الجميع حتى ولو اقتضى الأمر اجتماعات أخرى. كنظن بأن المكتب المسير الحمد لله يعني قدم واحد التقرير المالي اللي هو في واحد المستوى كبير وأنصف، وعاد تلميع صوره نادي الرجاء الرياضي اللي انا كنت الخاطئ دي بعد ثلاث سنين. في الشركه غادي يكون نقاش هذا بطبيعه الحال، لانه اليوم الجمعيه غتكون عندها 99%، الشركه الرياضيه غتكون عندها 1%. غادي نشوفوا شكون هما الاخوان اللي غادي يقدروا يمثلونا في الشركه، واش الاخوان ديال اعضاء المكتب او يكون شي قرار من الجمع العام. الرجاء إذن خطى خطوة إيجابية للأمام على تفيده مستقبلنا وينسى ما مر به من سنوات المشاكل والنكبات. طبعا كل أنصار فريق الرجاء البيضاوي كيتمنوا على أنهم ينساوا مشاكل ونكبات ويعني نكسات ربما في كل ما هو مادي، لأننا كنا كنشوفوا فريق الرجاء البيضاوي رغم المعاناة المادية والمشاكل الإدارية اللي كان كيمر منها هذا الفريق كان كيحقق نتائج إيجابية، وحقق لقب مع الرئيس الجديد جواد الزيات، حقق لقب كاس السوبر الافريقي وايضا لقب كاس الاتحاد الافريقي. على العموم قبل ما نتحدثوا سي محمد انت كنت حاضر في الجمع العام على الحديث او لا سبوا الحديث ديالنا على الكواليس ديال الجمع العام، الامر الجميل والبادره اللي قام بها
المنخرطين وايضا جميع من كان حاضر في الجمع العام وايضا المنظمين انهم استحضروا الروح ديال الجوج الشخصيات اللي كانوا حملوا المشاكل والنكبات اللي كان كيمر منها فريق الرجاء البيضاوي اللي هو رشيد البصيري وايضا العسكي رحمه الله الفقيدين نذكرهم على العموم بادره حسنه للمنظمين ديال الجمع العام. سي محمد مفتاح التكتي حاضر على المستوى القاعه جمع العام احترافي 100% كما اشار عدد كبير من المنابر الاعلاميه ميزانيه محترمه لهذا الفريق جواد زياد استطاع انه ينقذ الفريق من مشاكل كيف كتبان لك القضية؟ لا هو صراحة الجمع العام ديال الفريق رجاء الرياضي يمكن أطول جمع عام ربما أول جمع العام مرة ستة ديال الساعات. لا هو اللي جميل هو أنه الجمع العام كان اختلاف كان كل واحد كيناقش بالطريقة دياله ولكن لما كتشوف المستوى عالي النيفو ديال النقاش طالع فأي منخرط غيجي ربما باغي يخلق البلبلة لأن هذا واقع كاينين الناس اللي كيجيو باغي ما عندهم ما يدار عنده سؤال ما عنده علاقة لا بتقرير مالي ولا أدبي بعيد كل بعد على ذاك الجمع العام ولكن المستوى اللي تناقش به الجمع العام مستوى راقي جدا يمكن أننا ولا بغينا نتكلم على ما هو مادي ومجموعة من النقاط يمكننا ما كنفهموش في هذه الأمور ولكن مستوى النقاش وحتى الطريقة باش وضع التقرير المالي والأدبي لفريق رجاء الرياضي كتأكد على أنه ربما احنا في واحد العهد ديال أن خصنا مسيرين بركة من المسير اللي غيجيب عشكارة يعطي داك الشيء اللي بغاو ياخذ اللي بغاو يتحكم غير هو الان تسير بطريقه اخرى وهذا هو اللي كيتمناه اي متتبع لما كتشوف الطريقه اللي كتسير بها فريق رجاء الرياضي الان هي قدوه لان هذا الشيء اللي شفناه ما شفناش حتى في جمعه عامه ديال الجامعه صحيح. الجامعه وما كاينش فيها نقاش كاين فيها التصفيات تبارك الله يعاون الان السته ديال السوايع من النقاش من العراك من مجموعة من النقاط اللي تناقشات وحتى على مستوى ملي تكلموا على الشركة تأسيس الشركة كان تخلق واحد الجدل يعني شنو قال جواد زياد رئيس النادي قال لهم بأنه أنا ما عنديش مشكل نديروا اجتماع وعشرة قال لهم أنا الهدف ديالي هو أنه نبقاو نناقشوا تنخرجوا بخلاصة ما نجيش نقرر بوحدي هذا الشيء كيعطي على أن فريق رجاء الرياضي الآن في صحة جيدة رغم أنه مازال مشاكل مادية في النادي يمكن أنه تم التقليص ديالها ولكن كاين مشاكل كبيرة في النادي يمكن الآن على سبيل المثال مثلا فريق رجاء الرياضي 4 سنوات ما غاديش ياخذ المنح ديال النقل التلفازي لانه عنده ليتيج بزاف في الجامعه الملكيه عنده مشاكل في الطاس في الفيفا يعني مجموعه من الامور اللي كنتمنوا انه الجمهور يبقى وراء الفريق ديالو كيف العاده لان الناس غادا خدامه مزيان هذا هو اللي يقدر نعم سي احمد سليل الجمع العام استثنائي او لا عادي كان كيطالب به عدد من المنخرطين باش يحولوا الجمع العام استثنائي بعد ما تخلق الجدل حول موضوع الشركة الرياضية لأثار فيه العديد من 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 الجدل. وغير إذا نظرنا مثلا المدة الزمنية اللي قضاها هذا الجمع العام هنا تعطينا واحد الرمز من رموز الديمقراطية أنه كانت اختلافات في الرؤية وكان رؤية واحدة اللي كانت هي وتطوير الرجاء البيضاوي هذا غير قراءة مصغرة في السيرة الذاتية ديال رئيس ديال الرجاء البيضاوي سي جواد زياد أنا تنشوف بأنه رجل تسيير رجل يعني رجل تطوير المنظومة تطوير سميتو إذن هذا هو البروفيل ديال الرؤساء اللي خصهم يكونوا مثلا في الأندية الوطنية لأن هذاك اللي غادي ينعكس على الكرة الوطنية ككل سميتو جلب الأموال تنشوف بان الفريق يعني شيئا ما بدا كيجيب الاموال بغض النظر على الليتيج كيف قال سي مفتاح كان استقطاب هو نهار جا وقال بان انا ما غنعطيش فلوس من جيبي للرجاء كلشي قال لي لا خاص تجيب فلوس ما الفلوس جا راه هو دابا شوف دابا راه نقاش داك رئيس ديال الشكار هادشي اللي كذب على الكذاب راه ما كاينش في المغرب رئيس تاع الشكار هو الرئيس هو اللي كيعرف يجيب الفلوس حيت سي احمد واش عندك ما بقاش يعني ولا المستول مفضوح طبيعي يعني كنشوفوا فريق او رئيس فريق كيجي كيقول كيف قال محمد انا غادي نجي مثلا ما غاديش نعطي الفلوس من الاول او المنخرطين والجماهير كلهم كيقول لك انت جاي رئيس فريق ضروري تتعاون الفرقه باش كاين صياغ رؤساء انهم كيمولوا الفريق عن طريق اكتتاب تتكتتب مع الفريق ماشي كتخسر من جيبك كتعطي السوبيتي وما كتقيد ما والو لا تتعطي تتكتتب انا عطيت القد والقد راه الناس شاهدين مثلا بالامين المال باللجنه مثلا الماليه داخل الفريق المهم حنا داكشي ماشي اختصاص ديالنا غير اللي بغيت نشوفوا مثلا بانه مني هنا جمع عام تتعدى 6 ساعات واختلافات الرؤى ورؤية واحدة اللي هي الرئيسية اللي هي تطوير مثلا فريق الرجاء البيضاوي او سمو به الى المراكز العليا اللي كينتظرها الجمهور البيضاوي والجمهور الوطني ككل سميتو ما كانوش هذوك المبلبلين يعني الا قلنا ما كانوش حبسهم شي حد راه ما كانش المجال كانوا بغاوش المجال كاينش المجال كاينش المجال شوف ومعروف على فريق الرجاء البيضاوي انه كنقولوا بانه المكتب ديال الحكماء
يعني ملي كيكونوا اسماء ثقال وزينه انها سيرت غير سيرت حتى الجميع الملكي المغربي لكره القدم ماشي سيرت غير الفريق البيضاوي سيرت غير الفريق الرجاء البيضاوي. اذا تتمنوا من كاع الفرق انها تمشي تحدو حدو فريق الرجاء البيضاوي من طريقه السير وتا هما ان شاء الله باش الكره الوطنيه تكون بخير وعلى خير ان شاء الله. نعم ضروري ناخذ راي ديال سي محمد قوميري. اول جمع عام ديال فريق الرجاء البيضاوي بين قوسين كيتعقد بدون نزاعات وبدون مشاكل. لا انا صراحه انا تبعت الجمع العام ديال فريق الرجاء البيضاوي بواحد التتبع اللي كان هو بسيط ما تعمقتش فيه غير هو جمع عام اللي كحجم فريق الرجاء البيضاوي من اللي خصنا نشوفوا بحال ديك الجمهور العامه لا الرجاء لا الوداء لا الفرق وما نكرهوش نشوفوا كاع الفرق الوطنيه لا في قسمها الاول لا الثاني لا جميع الاقسام ديال الكره الوطنيه تغطيه اعلانيه ايضا للجمهور العامه صحيح لان ملي كنسمعوا سواجيات التصريحات ديالو ولا جميع المتدخلين بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي ولا البرلمان ديال فريق الرجاء البيضاوي شكنوا اراء الجمع خاد واحد مده زمنيه اللي هي طويله وكتخرج بحلول فهذا شيء ايجابي ملي كنسمعوا المديونه انها انخفضت بواحد 50% وكاينين مشاريع وكاين الاكاديمية ديال فريق الرجاء البيضاوي والتطلعات ديال الفريق الاول ولا جميع الفئات ديال الفريق الفريق الرجاء البيضاوي والمشاكل اللي كانت ديجا قديمه وكاين ليتيج وكاين عده اشياء والان كنشوفوا بواحد التسيير اللي هو كما كنقولوا التسيير اللي هو في واحد المستوى عالي لان ملي كنشوفوا اسماء ما ننساش لان فريق الرجاء البيضاوي الان برئاسه السي زياد ولا حتى الرؤساء اللي دازوا قبل واللي هما كانوا حاضرين في الجمع فهما رؤساء اللي عندهم واحد الوزن كبير عندهم واحد استراتيجيه اللي ديجا كانت عندهم واحد التجربه قبل اللي كان اللي عطاوها وزادوا فكره للسي زواد الزيات انه يزيد يشتغل وكانت روح رياضيه ايضا روح عاليه وحتى الاراء اللي تعطات كما شناش ما كناش هذيك الفوضى ما كاينش هذاك الغوت ما كاينش واحد كما قال السي مفتاح انه غير جاي باغي يهضر ولا باغي يقول ولا باغي يقول شي حاجه كان واحد النظام كان تقبل الاراء كانوا اراء كانوا ايجابيات كانوا سلبيات في الاخير كتخرج باشياء ايجابيه اكثر من سلبيه فهذا ما كيشجعنا الا ان غادي نشوفوا فريق الرجاء البيضاوي في حله جديده بالقاب اللي غاب عليها هذه سنوات سيرتو ما كنهضرش على الالقاب الافريقيه كنهضر على البطوله الوطنيه لان الان فريق الرجاء الرجاء البيضاوي انه غيفكر جادا وانه غادي يعمل على انه يفوز بالبطوله الوطنيه لانها طالت عليه هذه المده والالقاب الافريقيه مؤخرا السوبر الافريقي كذلك الاتحاد الافريقي كنتمناو له ولا فريق الوداد البيضاوي ولا جميع الفرق المغربيه انها حتى تحقق لنا لقب افريقي في هذه السنه هذه ولما نشوفوا كاع جميع الفرق بطبيعه الحال فريق الوداد والرجاء البيضاوي غيكون لقب واحد ولكن كذلك بركان وحسنيه اكادير ولكن اللي كنتمناو حنا كمغاربه ان نشوفوا نهائيات ديال هاد الكؤوس الافريقيه يكونوا فيها فرق مغربيه ان شاء الله. صحيح كلام جميل سي محمد قوميري. ننتقلوا للموضوع اللي هو اهم الموضوع الاخير اللي هو مباراه فريق او المنتخب الوطني المغربي المحلي ضد المنتخب الجزائري انتهت بثلاثيه نظيفه مباراه قويه مباراه اداء رجولي ايضا للمحليين. تصريحات وحيد خليل وزيج مدرب المنتخب الوطني الاول اثارت العديد من الجدل وفي نفس الوقت كنقولوا رب ذره نافعه يعني تصريحات مثيره خلات المنتخب الوطني المغربي المحليين انهم يعمل بشكل كبير ويحقق نتائج ايجابيه يعني الكل ما كانش متوقع نتيجه المباراه ثلاث اهداف نظيفه مباراه ضد المنتخب الجزائري ومؤهله للتصفيات او لنهائيات الشان المقبله بالكاميرا بدا ماكسيم. كنعتقد المباراة ملي كنرجعوا شوية للسيناريو للوراء كنقولوا بأن المنتخب كان متوقع أنه غيفوز. علاش؟ لأن المنتخب الجزائري ستة ديال اللاعبين ما كانوش اللي رسميين زعما عندهم مستوى عالي ما كانوش حاضرين. يمكن حتى في المباريات أو في الوقت القصير اللي كان عموتة داير معسكر المنتخب المحلي هما ما لعبوا حتى مباراة في حين حنا لعبنا مباراة في ليبيا كنا كنستعدوا هما لا. النقطة الثانية هو أنه حتى كتحس حتى الإعلام الجزائري ما كانش مهتم أصلا بهذه البطولة ويمكن أنه ربما هما باغيين يبقاو لأن ملي كتشوف البطولة ديالهم راه غادا مزيان حنا كنتوقف كاين مجموعة من الأمور اللي توسيع لأن مصر مثلا ما كتشاركش في الشان وما كتآمنش به تقول لك أنا شنو غنستافد غنجي الشان نلعب فيه بطولة ما معترف بها حتى واحد فقط كدير لنا الوقت وكدينا اللاعبين وما غنلعبوش في البطولة هذا الشيء اللي كاين. بالعودة للمباراة فكنظن أنه على مستوى التنظيم وأنا كنت في بركان برافو للناس ديال بركان لأن كتشوف الجمهور كيعرف يعني منين غيدخل منين غيخرج بلا فوضى نظام مستوى عالي جدا. الملعب كذلك في المستوى الدعم اللي كان من طرف الاخير الدين زطشي رئيس الجامعه الجزائريه كان كذلك جمال بالماضي مدرب المنتخب الاول والتصريح اللي قلتي ديال الفايد انا يمكن انه
ما غنقولش ان ملي كنشوفوا المباريات وتكلمنا عليهم ديال البطولات قلنا انه مستوى راه ضعيف وما كاين لا مستوى لا والو، غير الظرفيه ربما فاش صرح بها واحد خير الزيت ربما كانش ماشي الظرفيه، غير ما تقولش كيلعبوا رياضه اخرى، قول مستوى ضعيف من قبل، احنا كنا كنعرفوا ان المستوى ديال البطوله ضعيف ولكن رياضه اخرى راه انت مدرب ملي غنقارنوك مع واحد اخر نقول لك حتى كتمارس رياضه اخرى، كاينين مدربين وصلوا للعالم، فكنعتقد ان يمكن عمو تعرف كيفاش يوصل الرساله للاعبين وعطاهم ان هذه ياخذوا كحافز، ولو انه اساء، انا بالنسبه لي اساء الكره القدم الوطنيه داك التصريح، وخاص الناس تكلم معاه، يعني ممكن تجي انت برودوي ديال الجامعه اللي معقده معاك كتقول لي رياضه اخرى كاين اهداف ربما قول لي ما كيلعبوش، متفق معك لانه بغينا ولا كرهنا ملي كتشوف مستوى ديال المنتخب امام المنتخب الجزائري مستوى ضعيف جدا، راه باستثناء الاهداف اللي تسجلات ما كانش هناك، ما كنحسوش بان كره ملعوبه، وربما السي محمد ولا السي سليغي يفهموا اكثر مني فيما هو تقني، ما كانش مباراه كبيره، سجلنا الاهداف وريحنا وبقينا كنلعبوا بشكل عادي جدا ممل للمباراه، فكنعتقد انه اللي كان الاهم هو اننا تاهلنا، نتمنوا ان شاء الله يكون المسار ديال المنتخب ممتاز في الشان ديال الكاميرون. رايي السي محمد السي مفتاح قال بانه المباراه ما كانت ممله، احمد عنده راي اخر على رايك، احترم السي مفتاح انا قلت يعني ولكن على بعض انا ما فهمت السي مفتاح قال بانه ملي كتشوف منتخب او لادفيرسير الخصم ديالك كتكون كتلقاه ضعيف كتستغل الفرصه ربما كتقدم اداء جيد، هنا ما فاش ليه السي مفتاح، انا متفقش مع السي مفتاح راي الراي الاخر توتالمون كيف يقولوا يعني وتحقق رايك علاش لانه اكبر المتفائلين ما كانش كيتفائل بان احنا غادي نربحوا في ظل الاداء ديال المنتخب الوطني الاول في ظل التصريحات ديال المدرب حتى تعطى الكودون فوا خمسة دقائق الاولى حسينا بانه كاين ريحه هدف جاي حسينا بان الفريق المباراه ما كانتش ممله اللي كان ممل في الاداء ديالو هو الفريق الجزائري، الفريق الجزائري دار 4-4-2 الكلاسيكيه كانوا لي زانترفال او ما بين اللاعبين كانوا كنقولوا بالمصطلح ديال الكره كانت فيها فوات المنتخب الوطني يمكن عموته عرف كيفاش يستغل هذاك التصريح حفزوا بوزيتيفمون مش ايجابي صحيح عطاهم هذيك الروح الايجابيه بمفهوم ما عرفش هذاك التصريح ما عطاش التصريح ديالو مثلا بالرؤيه الاخرى مثلا المتشائمه او المتسبه اللي تتقلل الشان ديال اللاعب المغربي وانا غادي نرجع معكم لهذه النقطه هذه اللي قال انه مشى بالايجابي اذا اللعابه عرفوا وعاو اشنو تابعهم كانوا هجمات مضاده سريعه كانت كره كتبنى من الخلف وكتعاود ترجع للخلف ولكن الفرص ما كانتش الا استثنينا الاهداف ما تخلص انا معك شوف الا رجعتي للمجهود البدني راه كان مجهود بدني كبير شوف شحال شوف الظاهري شوف اسماعيل حداد شوف البركاوي شوف اللعابه كيفاش كانوا كيديبلاصاو شوف المدافعين شوف اللاعب الوداد البيضاوي حداد نو ميليو تيران الجمال يعني شفنا اداء كبير شفنا عمر النمساوي ايضا قدم اداء كان 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 مردود وكان المردود الذهني هو اللي كان طاغي لان كانت هذيك لا غرينتا كان داك لا راج دو فانك احنا حسينا بان المنتخب الوطني نسانا في الوضع وعمات لنا الفرحه ونزيد مازال نتفق معك النقطه فيها هو التنظيم التنظيم كان هائل هائل جدا صحيح. بركان شفنا المكتب ديال بركان كيفاش هو كيف تيجيري لي ماتش ديالو تما وعطى دابا واحد الصوره زوينه على الشرق على وجده وعلى بركان وعلى على طنجه حتى هي ولكن بركان يعني كانوا خرجوا هما المنتصرين المكتب او الشان المحلي ديال بركان هنيئا لهم بهذاك التنظيم كنظن بانه المكتب ديال بركان ولا تنشوفوا حتى عبد المجيد مدران تشوفوا بانه يتحرك كثيرا في المدرج واخا ماشي بركان اللي لاعبه لاعب المنتخب الوطني كانه بحال اللي كيحس بانه كلشي ضيوف ديالو صحيح تنتمناو ان كاع مثلا كاع الميادين مثلا داخل الوطن المغربي انه المملكه المغربيه انه كاع المدن تاهما يكونوا يمشيوا في نفس المسار هذا باش يعطيو واحد الحله زوينه على المنطقه ويكونوا منتوج كروي يعني يعطي اشعاع لهذيك المنطقه والمسؤولين ديالها. نعم الاهم هو التسويق الكره المغربيه اكيد ما نناقشوش التنظيم سي محمد لاننا الكل اتفق معايا 100% انه التنظيم كان جيد الاختيار ايضا كان مناسب للملعب ديال بركان كيف قال احمد سليه باش نوعوا من المدن كنا شفنا طنجه شفنا اكادير شفنا مراكش شفنا مركب الرياضي محمد الخامس شفنا عدد كبير من الملاعب الان نهضت بركان اولا عفوا بركان الملعب البلدي لبركان ياخذ هو الفرصه ديالو ويظهر ويسوق المنتوج الكروي 100% تقنيا سي محمد القمري اطار الوطني مباراه الات ايضا نتيجتها المنتخب الوطني المغربي 3 أهداف نظيفه الاداء ديالهم كيف بان لك تقنيا واش حسين عموته غيستطع انه يمشي يعني نفس المنوال اللي كان خاضه جمال السلامي رفقه المنتخب الوطني سابقا وحقق لقب الشان هنا بالاراضي المغربيه كنتمنى اكيد
ولكن يعني على حساب المنتخبات اللي مشاركه فيه غنشوف بان المهمه غتكون صعيبه على الحسين العمود في اول تجربه له في الشان هذا الموسم. اولا هنيئا للمنتخب المحلي التاهل ديالو للشان. تقنيا غير باش نرجع معكم بالنسبه للاعبين ديال المنتخب المغربي ولا المنتخب الجزائري فتقنيا فالمستوى متقارب جدا. كيبقى ان 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 الاطار الوطني السي حسين عموته انه قرا المقابله بواحد الشكل كبير لان بطبيعه الحال انه لعب في الذهب للاداء او المردود ديال هذيك المقابله ماشي بشكل ديال مقابله الاياب شنا اداء اخر. هذا راجع لاي مدرب انه كيحتاط انه ما يتسجلش عليه كتكون عنده استراتيجيه اخرى طريقه لاعب اخرى انه كيبغي يرجع باقل الاضرار من المقابله الذهب لانه مستقبل في البلاد ديالو. هذا من جهه. بالنسبه للمقابله ديال الاياب انه كاع كنا متوقعين ان المنتخب الوطني انه غادي يبدا البادره منذ الوهله الاولى ديال المقابله. شفنا الفريق انه من الاول انه بادر الهجوم دار واحد دفاع جد متقدم عن الفريق الخصم. استطاع انه قبل ما يسجل الهدف الاول في الدقه 27 على ضربه جزاء اللي سجلها اللاعب بدر بانون استطاع انه يخلق ثلاث المحاولات اللي هي كانت ديال احداد حميد اللي استطاع ان الحارس انه يخرجها. كذلك شفنا اسماعيل اللي توغل في مربع العمليات وما استطاعش انه يكمل الكره. شاهدك شفنا الضربه الراسيه ديال الوليد الكرتي اللي دازت فوق العارضه. يعني قبل ما يتسجل الهدف كانوا عده محاولات وكانت النوايا الهجوميه ديال حسين عموته انه يسجل لان حتى 1-0 ماشي نتيجه مطمئنه انه باش يساير المقابله لان يتسجل هدف كتولي الاقصاء. اذا شفنا هدف اللي تسجل بانون جاد الهدف الثاني. الهدف الثاني اللي عطى شيئا ما الاريحيه بالنسبه للكتيبه الوطنيه وخلى الفريق الجزائري انه ينهار ذهنيا وانه ما يستطعش انه يساير لاعبين ديال 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 المنتخب الوطني. ما غاديش نقولوا ان الفريق الجزائري كان ضعيف لكن قوه المنتخب المحلي هي خلات الفريق الجزائري يظهر بهذاك الشكل لان ملي كتسجل لك جوج الاهداف وتخرج من هازم بثلاث اهداف اذا هنا ما كتبقاش هذيك لا موتيفاسيون ما كتبقاش ديك لا موتيفاسيون اللاعبين الجزائريين ما كيبقاش هذاك لان بانت قوه ديال اللاعبين المحليين بغينا ولا كرهنا. ما غنقولوش كما قلت لك ان الفريق الجزائري ضعيف. لا الفريق الجزائري كما قلت لك وسبق قلت لك بان المستوى ديال اللاعبين تقنيا فهو متقارب جدا لان البطوله الجزائريه والمغربيه والتونسيه وكذلك حتى المصريه فهناك مستوى متقارب ما كاينش فرق كبير. لكن الاختيار ديال حسين عموته بالنسبه اللاعبين ديال المنتخب الوطني ولا اللاعبين ديال البطوله الوطنيه الى شاهدته انه اقتصر تقريبا 91% على الفرق اللي مشاركه في الكؤوس الافريقيه. صحيح. الوداد الرجاء بركان الحسنيه وحتى اختيارات ربما بدر بانون. اسمح لي لقطعتك سي محمد. بدر بانون ما كانش ربما في الحسابات ديال حسين عموته بعد يعني المشاكل ديالو مع الجامعه والعقوبات اللي كانت تلقاها بدر بانون. الان كنشوفوا هو عميد الفريق ومتخصص ربما في في في, في ركلات الجزاء. نقدر نخليو هذا الشيء ابار انه كيبقى المدرب اختيارات ديالو. هنا كيبان لنا ان حسين عموته كاينه واحد الشخصيه كاينه واحد الصرامه كاين واحد راي وكاين واحد التناسق ما بينه وما بين المدرب ديال المنتخب الاول ولا كذلك المنتخب المحلي ولا كذلك جميع المكونات ديال 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 الفرق المنتخبات الوطنيه. اذا هنا لاعب بدر بانون فهو كان عميد في الشان اللي كان قبل لاعب من الركائز او من اللاعبين الاساسيين بالنسبه للمنتخب المحلي استطاع. ما غنقولش ان عنده مشاكل لان انا ما غندخلش في الحيتيات هذو المشاكل اللي ديجا كانوا قبل. كيبقى لاعب مهم ما كيبقاش اللهم الا كانت شي حاجه اللي كبيره ما تقدرش انك تقدر تغيرها وكتحاول انك تخلع اللاعب. اذا لاعب بدر بانون فهو عنده بلاصتو في المنتخب الوطني كذلك اللاعبين الاخرين اللي قاموا بواحد المجهود باش نرجع لك الفريق ككل ف باش لا الخط الدفاع ولا وسط الميدان ولا كذلك لاعبي الهجوم. لاحظنا بركاوي واحداد وكذلك اللاعب اسماعيل كنا سمعنا ان بركاوي واحداد كاينين قلنا واش عموته غنوا غيلعب بهذه الطريقه ديال 4 راس سي احمد غيف 4 4 2 على حسب على شكل لوزونج لا بقى وافي بالطريقه ديالو ديال 4 3 3 لكن كيبقى ذكاء ديال حسين عموته انه استعن بالبركاوي كجناح وكذلك اسماعيل وقلب دفاع اللي هو احداد حميد لان السرعه ديال احداد وكذلك بركاوي واخا انه قلب هجوم لكن كي عنده واحد السرعه فائقه واستغلوا هذوك الاخطاء ديال الدفاع الجزائري وكذلك وسط الميدان باش انهم يسجلوا اهداف. بالنسبه للشوط الثاني فاكيد فاي مدرب كيبغي انه يقتصر او انه
يحاول يجري ذاك الشوط الثاني انه منتصر 3-0 اي جري هذاك الشوط الثاني ويجر المقابله لبر الامان والهدف الاول انه يتاهل للشان غير 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 بالنسبه كما قلت لك فالمقابله كانت بريتم عالي قوه بدنيه هائله تقنيا كانت جيده واحد الطبق كروي اللي كان جميل هنيئا لمدينه بركان بهاد المقابله هذه اللي اول مره في التاريخ ديال مدينه بركان انه جرى فيها مقابله ديال المنتخب الوطني وكذلك هنيئا للمنطقه الشرقيه على على المقابلات ديال المنتخب والمنتخب الوطني فهو ديال كل مغاربه واي مدينه في مدينه في المغرب. نعم سي محمد قميري ربما اختصر لنا المباراه ديال التقنيه وصلنا طولت لك لانه هذا التاهل للشان ما يغطيش لنا امور اخرى لان هذه مسابقه عاديه جدا صحيح حتى الاداء ربما اللي ظهر به المنتخب الوطني كنتمناو يعني بالقلب ديالنا وصلنا لنهايه الحلقه سي سعدي اقل من دقيقه واخا ماشي مشكل الرد على التصريح ديال وحيد خليلوزيتش ما يجيش من عندنا حنا لا حنا كتقنيين لا من الاعلامي لا حتى من الجامعه من عند اللاعب المحلي صحيح هو اللي خاص يرد واظن ان الرد اللي كان ديال اسماعيل الحداد الا شفناه راه هو يمكن هو اكثر منا حنا في تكوينه وحيد خليلوزيتش الا شفنا تقنيا ونظرنا غير لهذيك اش نقولوا لا سيتياسيون اللي مشى مشات بها الكره اسماعيل الحداد يلا شنو دار دار شانجمون دو ديريكسيون دار شانجمون نتكلم غير على هذه اللقطه اللي تيقول لك الركض وتيقول لك تيجري يعني الا كان تيجري لا ولكن شوف الا في شانجمون دو ريتم شانجمون دو ديريكسيون وخد الكره من عند الحارس اللي الحارس كان قريب للكره هو راه جرى تقريبا مسافه 7 الامتار الحارس كان تم غير 5 متر تقريبا وخد منه الكره وصطاد ضربه جزاء اذا هذاك اكبر جواب لخليلوزيتش واش خليلوزيتش كان كيقصد اللاعب المحلي اللي منادى عليه المنتخب الوطني او اللاعب المحلي اللي كيمارس بطوله ما كيتناداش عليه؟ نعم وصلنا لنهايه الحلقه سي احمد سليلو ايضا سي محمد قميري ومحمد مفتاح ربما الاداء اللي كان ظهر به المنتخب الوطني المغربي كنتمناو على انه ينصب على الاداء اللي كيظهر به الفرق الوطنيه باش نسوقوا المنتوج الكروي المغربي. سي احمد سليلو الاطار الوطني شكرا لك على تلبيه دعوه البرنامج وحضورك معنا في حلقه اليوم. سعيد بحضوري معكم اشكركم وتتمنى ما نكونوش ثقال على المشاهدين الكرام. وايضا سي محمد مفتاح اللي ربما التزاماته عطنا عليه سي محمد شكرا لك على تلبيه دعوه البرنامج. مرحبا وحنا راه الاشهار. وسي محمد القميري الاطار الوطني وحارس الاولى مدرب الحراس كنشكرك على اثراءك الحوار وحضورك معنا في حلقه اليوم. شكرا اخ رضوان. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا بكم الى نهايه عدد اليوم من برنامجكم الاسبوعي مع البطوله. اشكر الطاقم التقني والصحفي والاداري على انجاح وانجاز حلقه اليوم واضرب لكم موعدا في حلقه اخرى وجوله جديده من جولات البطوله الوطنيه الاحترافيه. اطيب المنى الى اللقاء.